كنا نكونوا حملة واحدة ضد هذا الفيديو اللي خرجوا به الملاهيط اليوم ديال السحر، وانه كاين فيديو الشعوذة اللي تيوسخوا الصورة ديال بلدنا الغالي وتيبينوا بلدنا بانه بلاد السحر. ما يمكنلكش حتى السيد الطبيب تشد 5000 درهم 6000 درهم ودي واحد الحبس. اذا هذاك اللي تيهود الله ينزلنا على المنافقين. وانت سي الزروالي ملي درتي لينا الوقفة الاحتجاجية ضد طبيب على قده قيمته وقامته، شنو كنتي كتوصل؟ شوف شحال من ميكروفون شاد، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، يعني خمسة الجرائد غيوصلوا الصوت ديالك نتايا للناس، يعني غيشوفوا خارج الوطن وداخل الوطن. اجي قول لي يا الزروالي، دابا هادي كتمثل بالنسبة لك انت كشخص، كتمثل الأم المغربية الحرة اللي كتكافح، واش هادي كتمثل الأم المغربية هادي؟ انا غنوريك واحد الفيديو غير لقطه من لقطاتها وقول لي تبان. والدليل راه عندي، الدليل عندي، الدليل القوي، الدليل اللي غيخليه شي غيحزق حشاكم نهار الجلسه، غيحزق النواوي طم. وهل هذه تمثل الام؟ اخواتي اخواتي المغاربه، أمك ثم أمك ثم أمك، كيف يعقل أن هذه الأم المغربية المكلومة؟ وهل هذه أم مغربية؟ هذه كتشرف المغاربة اللي كتضل تبرح لينا بها ودير عليها الوقفات. ما قلت لكش تبقى تحزق من فمك، حشاك حشاكم زعما، سمحوا لي حشاكم، تبقى تحزق من فمك ومن تحت من الفوق. كنتي كتحزق من التحت، عتولي تحزق من الفوق. هاد الهضره اللي كتقولها غتبدل، هاد الهضره هادي وهاد الاقوال اللي كتقولها غتبدل لك، واش فهمتيني؟ قسما بالله الا تبقى تخرج لنا الحزقات كتخرج لكم فمك، ما تعرفش تقول غتلف. دابا جيب من الاخر، دابا واش درك بقى فيك البلاد والصوره ديال البلاد، ولا بقى فيك الارقام ديال المشاهده؟ ايوا راه خاص الانسان ما يكونش واحد الشويه كرشو كبيره يبغيها غير راسو، كلها وقته وقته، كليتي تشبعتي نتايا وخلي الناس هما ياكلوا. المهم موضوع داروه السحر ما خطا حتى شي بلاد، شكون هاد البلاد اللي ما فيها السحر؟ السحر هو مذكور في القران وغايقولوا الناس راه كاين غير في المغرب. السحر ما خطا حتى شي بلاد، يعني هذا موضوع تناولوه عادي، وهما عندهم الاعداء وانت واحد منهم. يعني عادي انه يقدر اي واحد يبغي اديهم. وهما كانت كيشاركوا حياتهم كلها بحلوها بمرها مع المتابعين ديالهم، وهذا العمل ديالهم الله يسهل عليهم، ناولوا هذا الموضوع بامر عادي. المهم انت اللي ضرك في خاطرك انهم طالع عليهم المشاهده بموضوع عائلي ديالهم كيخصهم، ما كيضربوا في اعراض ديال الناس، ما كياكلوا في اللحم ديال بنات قاصرات، ما كيطعنوا في الشرف ديال نساء مزوجات، ما كيقدروا وقفات امام المحاكم، ما كيحشروا نيفهم في المشاكل العائليه والاسريه، وكيشتوا اسر وكيفرتكوا اسر، وكيتم ولاد كيبعدوهم على بواتهم، وكيطلقوا عيالات من رجالاتهم، محتوى عائلي ديالهم شغلهم هذاك، كيديروا الام كيديروا داكشي ديال حياتهم، خايب زوين كيتشاركوا مع الناس.